بحضراتكم من جديد، وتقليدنا اللي احنا دايما محافظين عليه وهي تكريم ابطالنا الحقيقه اللي بيحطونا في المقدمه سواء النادي الاهلي او منتخب مصر كمان. النهارده طبعا بنكرم مصطفى وبننتهز الفرصه ان احنا نقدم له بوكيه ورد باللون الاحمر بلون فانيله النادي الاهلي. الف مبروك يا مصطفى. مش هستاذنك بقى يا كابتن، يعني مش هينفع الصراحه. حلو. زي ما انتم شايفين طبعا يعني مصطفى اخذ البوكيه اهداه للست والدته طبعا صاحبه الفضل الاكبر في حياته، وطبعا والده استاذ محمود عسل. خلاص يا باشا احنا استاذ محمود يعني هو اللي معاه كل حته وبتاع، بس الام بتكسب يا جماعه. الام خلاص بقى يعني هي اللي بتكسب. بس هو ده طبعا الاسره، انا بس بوريكم يعني النجاح بيجي منين، وهي دي الخليه اللي بتعمل نجاح، والخليه اللي بتتكون منها ونجاح في كل شيء هي الاسره. لو الاسره يعني كانت كده هينجح الفرد فيها في اي مكان. الأسرة المصرية لازم تكون كده، الأب والأم والأولاد ومدربين داعمين، هي دي الخلية اللي بيها نقدر نروح لأبعد مكان كدولة مصرية إن شاء الله في الرياضة بشكل عام. وأستأذنكم إن شاء الله يا جماعة نقطع التورتة. تعالى مصطفى أنت طبعا صاحب، تعالى أستاذ محمود اتفضل يا مدام. تعالى تعالى اتفضل يا كابتن محمود، تعالى معانا. أيوه التاتش بقى الأخراني كده، أيوه لمسة كده، أيوه بس كده. حلو جدا جدا جدا. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك مصطفى إن شاء الله بالتوفيق يا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله، مزيد التوفيق محمود بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يعينك ويحفظك ان شاء الله. ننتهز الفرصه دي عن العائله وعن يعني كل ما هو اهلاوي. نشكر حضرتك ومجلس اداره كابتن محمود خالد متجي، ويا رب دايما معاك. شكرا ليكم طبعا، متشكر جدا، نورتينا وشرفتينا ودايما ترند دايما. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع بطل ونجم كبير التايجر الاهلاوي مصطفى عسل. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ونجم جديد وبطل جديد ان شاء الله في برنامج الابطال. شكرا لكم.